أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنناقش فيها نتائج عمل اللجان المكلفة بوقف إطلاق النار بعد مضي 10 أيام من سريان الاتفاق. إذن مشاهدينا، 10 أيام مضت من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذا لم يحدث، ولم نسمع حتى الآن عن موقف من الأمم المتحدة أو حتى لجنة الرقابة العليا المشكلة من قبلها إزاء الخروقات المتواصلة على الأرض. تستمر الميليشيا بالإمعان في حربها وتوسيع نشاطها في مختلف الجبهات، غير مكترثة بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي واستحقاقات الهدنة السارية والمتفق عليها. ولا تقتصر الخروقات على استهداف مواقع الجيش الوطني والمقاومة، بل طالت حتى فرق المراقبين المحليين في أكثر من منطقة. في مأرب قالت اللجنة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار إنها تعرضت لإطلاق نار أثناء إشرافها على وقف القتال في مديرية سرواح بالمحافظة. وقالت اللجنة المشكلة من الحكومة إنها تعرضت لاستهداف مباشر من قبل الحوثيين في جبهة المشقح في المديرية أيضا، وأوضحت أنها كانت على تواصل مع اللجنة المكلفة من قبل الحوثيين أبلغتها بتواجدها في الجبهة لمراقبة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن استهدافها مقصود وخرق واضح للهدنة. يأتي هذا بعد أن اتهمت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة ميليشيا الحوثي والمخلوع باستهداف فريق الإشراف على وقف إطلاق النار غربي البلاد، حيث قال قائد المنطقة لواء القشيبي أن اللجنة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار تعرضت لإطلاق نار في ميدي. مشاهدينا، سنتحدث مع ضيوفنا حول هذا الموضوع، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. أثارت الانتهاكات المختلفة للهدنة من جانب الميليشيا علامات استفهام كثيرة حول صمودها وجدوى لجان الرقابة المشكلة على مختلف الجبهات، وكذا الاتفاقات بامتداد تأثير نجاحها ليس بوقف القتال وحسب، بل بفتح المجال أمام إيصال مواد الإغاثة إلى المحتاجين. 10 أيام مضت على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذا لم يحدث، وبدا كأن شيء لم يطرأ على يوميات الحرب الدائرة منذ أكثر من عام. لم تحضر الهدنة ولا حتى مواقف الأطراف من خرقها المتواصل، بما في ذلك موقف الأمم المتحدة ولجنة الرقابة العليا المشكلة من قبلها، باستثناء تصريح اليتيم لناطق بان كيمون الذي قال إن الهدنة في اليمن لا تزال صامدة. مئات الخروقات سجلت في مختلف جبهات القتال، حيث لم تتوقف الميليشيا عن محاولة تحقيق مكاسب على الأرض عبر إرسال القذائف والمقاتلين إلى الجبهات، مستندة في ذلك لقاعدة فاوض وتقدم على الأرض. لم تتورع الميليشيا في مهاجمة مواقع الجيش الوطني والمقاومة وحسب، بل طالت حتى لجان الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار كما حدث في حرض وميدي وكذلك في مأرب، حيث اتهمت اللجان الميليشيا باستهدافها. لا أحد يعرف المغزى من الرهان على الاتفاقات المبرمة وكذا مهمة المراقبين المحليين، مع معرفة الجميع أنه لا يمكن للميليشيا الالتزام بالهدنة أو التوقف عن إطلاق النار وأعمال الاستفزاز الأخرى. فالثابت أن لجان الرقابة المحلية تواجه تحديات قاتبة لا تبشر بخير، وهو ما يثير مبكرا الأسئلة المتعلقة بمصيرها ومآلاتها. إذن مشاهدينا، لمناقشة نتائج عمل اللجان المكلفة بوقف إطلاق النار بعد مضي 10 أيام على يعني تكليفها بعمل الرقابة على تثبيت الهدنة بين الطرفين، سيكون معنا عبر الهاتف، سينضم إلينا رئيس اللجنة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة تعز عبد الكريم شيبان، وكما أيضا سينضم إلينا عبد الله الشندقي الناطق باسم مجلس المقاومة في محافظة صنعاء، على أن ينضم إلينا لاحقا الرائد بندر المهدي نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المنطقة العسكرية في ميدي. إذن مشاهدينا، ريثما تجهز الاتصالات، يعني سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. إذن مشاهدينا، سنبدأ الحديث حول نتائج عمل اللجان المكلفة بوقف إطلاق النار. سينضم إلينا الآن نائب رئيس الدائرة الإعلامية لقيادة المنطقة العسكرية الخامسة الرائد بندر المهدي. مساء الخير سيد بندر. مرحبا، أهلا وسهلا.
سيد بندر، بداية ماذا عن جبهة حرض وميدي، وكيف هو وضع يعني الهدنة في هذه الجبهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك أخي الكريم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. منذ اللحظات الأولى لسريان الهدنة كانت التوجيهات من قيادتنا العسكرية والسياسية واضحة وكانت صارمة. نعم. وتم التزامنا بها التزاما كامل، غير أن الطرف الآخر ممثلا بميليشيات الإنقلابية الحوثيين وأتباع صالح كانوا من اللحظات الأولى لسريان الهدنة يعني يخترقونها وبشكل دائم وبشكل مستمر. وحصل أن تم قنص عدد من أفراد اللواء 105 واللواء 25. نعم. ثاني أيام الهدنة وصباح يوم الجمعة الماضي، وتواصلا مع هذه الاختراقات ما حصل أنه يوم الثلاثاء صباحا وتحديدا كان هناك لقاء متفق عليه مسبقا بين لجنة مراقبة الهدنة. نعم. وبين الطرف الآخر ممثلا بالحوثيين وأتباع صالح، وكان الاتفاق أن يلتقي الطرفان الساعة 11:30 تماما. وحصل أن الميليشيات الإنقلابية فور وصول اللجنة لجنة المراقبة تم إطلاق النار عليها وبشكل مباشر، ويعني في خرق للأخلاق العسكرية، الأخلاق الإنسانية يعني برمتها. نعم. سيد بندر، يعني ما هو دور هذه اللجنة في ظل هذه الخروقات؟ يعني هل تم رفع تقارير بما يتم في هذه الجبهة؟ أخي الكريم، الخروقات التي تحدث بين الحين والآخر يتم رفعها وبشكل مستمر، غير أنه يعني ما حدث يوم الثلاثاء صباحا يعني أو ظهرا. نعم. كان يعني خرقا مميزا ويعني يتنافى مع الأعراف، إذ أنه تم استهداف مباشر للجنة يعني بالأسلحة النارية. هذه الجماعة وهذا الطرف ليس مسؤول، لا. نعم. يشعر بالمسؤولية، يعني الجيش الوطني وقيادته يشعرون بحجم المسؤولية ويشعرون بحجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا الوطني وحاجة شعبنا إلى السلم وإلى الأمن، غير أن الطرف الآخر لا يتعامل بمسؤولية. نعم. وهذه خروقات يعني هناك استنكار واسع لها، وندعو المجتمع الدولي. وضحت الفكرة الرائد مندر، هذه العصابة. نعم. التي تمارس هذه الأعمال اللا أخلاقية. نعم. الرائد مندر تكرم بالبقاء معنا، سينضم إلينا الآن الناطق باسم المقاومة في نهم بمحافظة صنعاء السيد عبد الله الشندقي. سيد عبد الله، مرحبا بك. مرحبا أخي الكريم. سيد عبد الله، أنتم في جبهة نهم، ضعنا في صورة ما يجري على الأرض. طبعا أخي الكريم، نحن في جبهة تم التزام الجيش الوطني والمقاومة في الهدنة. نعم. وكان منذ سريانها والدقائق الأولى فيها، لكن كان الالتزام بالهدنة من طرف واحد وهو الطرف الشرعي. أما بالنسبة لميليشيات الحوثي وصالح فلم تلتزم من الدقائق الأولى لشريان الهدنة. طبعا تمثلت خروقات الهدنة يعني لدينا في جبهة نهم صنعاء. نعم. في قص الميليشيات لمواقع الشرعية بصواريخ الكاتوشة وقذائف الهون والقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة، وايضا بالهجوم المتكرر من قبل هذه الميليشيات على مواقع الشرعيه داخل مديريه نهم وداخل جبهه نهم. نعم. كان اخرها الهجوم الذي حصل منذ يومين على يعني منطقه جبال قرود وايضا جبل يام. هذه الهجومات التي كانت تستهدف هذه المناطق التي تم دحر هذه الميليشيات. نعم. من خلال هذا يعني الأبطال القوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نعم. كان الحصيلة يعني عدد من القتلى والأسرى في صفوف هذه الميليشيات وبعض الشهداء أيضا في صف القوات الشرعية. طبعا هذه الميليشيات هي تستهدف سيد يعني سيد عبد الله، ماذا عن وضع لجنة منذ بداية الهدنة ولم تتوقف خروقاتها منذ اليوم الأول؟ نحن نعم سيد عبد الله، يعني باختصار كلامنا هذا أن نعم سيد عبد الله باختصار، ماذا عن وضع يعني لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في جبهة نهم؟
نحن أخي الكريم نستغرب أن جبهة نهم استثنت يعني من قبل المفاوضية الكويت والمشرفين على وقف إطلاق النار، لم يعني تنزل لجنة لهذه الجبهة، ولم يرضى الإنقلابيون أن يعترفوا بلجنة تنزل إلى هذا المكان واستثنوها، وكان الناطق من جماعة الحوثي يتكلم أنه يعني لا يريد لجنة داخل جبهة صنعاء. وطبعا أخي الكريم نحن استغربنا هذا لأن ميليشيات الحوثي وصالح تريد من خلال عدم نزول لجنة إلى هذه المناطق. نعم سيد عبد الله وضحت الفكرة متكررة. نعم سيد عبد الله وضحت الفكرة، يبدو أن الآن بدأت وقائع أو الجلسة الافتتاحية يعني الجلسة الافتتاحية بين الأطراف اليمنية للحوار القائم في برعاية الأمم المتحدة في الكويت. مشاهدينا سنذهب الآن لنقل وقائع الجلسة الافتتاحية، ومن ثم نعود لمناقشة هذه الانطلاقة من محادثات السلام بعد إتمام نقلنا لهذه الجلسة. ابقوا معنا.